هنروح للسكواش مصطفى عسل بطلنا في السكواش وبطل مصر كان بيلعب بطوله كناريا كناري وورف بانجلترا واستطاع ان هو يوصل للنهائي ولكن لم يوفق في النهائي وفاز بالمركز الثاني بعد ما خسر من لاعب المصري او منافسه المصري فارس دسوقي فارس دسوقي خسر من فارس دسوقي هو يمكن مش مكتوب في الخبر آه. آه. اه تمام اه خسر في النهائي طيب النتائج النتيجه في النهائي خلصت ازاي؟ خلصت آه. 3 0 11 5 13 11 12 10 واضح ان الجيم كان مقزم جدا وقعت 55 دقيقه بس ده نتيجه جيده لمصطفى عسل كاول بطوله ليه بعد الرجوع من الايقاف الدولي ولكن ان شاء الله باذن الله القادم افضل وكل لعبتنا حققوا نتائج كويسه باذن الرحمن مصطفى هيشارك في بطوله علام الدوليه واللي هي واحده من اكبر بطولات العالم اللي جايه ودي هيكون كمان يومين هنا في مصر باذن الله